حيرتينا يا أثيوبيا، حيرتينا. متحدث باسم الخارجية الأثيوبية دينا مفتي قالت النهاردة إن إثيوبيا ليس لديها أي مشكلة مع مصر حتى يتم استغلالها، ولكن المشكلة تظهر عندما تحاول مصر احتكار نهر النيل وهو أمر مستحيل. وقالت في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية الأثيوبية وهي بعضها منشور أمام حضراتكم: ليس لدينا مشكلة، لكن يحق لجميع البلدان المشاطئة استخدام هذه الطبيعة التي وهبها لنا الله، وبالتالي فإن ادعاء الاحتكار ليس صحيحا. ما يدعيه الآخر بحقه التاريخي الذي منحه إياه الاتفاق الاستعماري هو أيضا لا يصلح، لأن ذلك لا يتطابق مع حس الإنصاف والعقلانية. سيادة السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك والساده المشاهدين الاعزاء. يعني عايز ابدا من اخر تصريحات كنت لسه بقولها دلوقتي، هل في راي سيادتك انه بالفعل الخارجيه الاثيوبيه تقول انها اشياء وهبنا الله اياها، وكل الدول المشاطئه لابد ان تتقاسم مياه نهر النيل، وليس لمصر الحق في احتكار كميه معينه ومطالبتنا بالتوقيع على الالتزام بتوردها؟ هو الأعراف العالمية والقانون الدولي نص على أن كل الدول المشاطئة من حقها أن تستفيد من المياه، ويجب عليها أن تلتزم بعدم تغيير طبيعة المياه ولا القيام بإجراءات أو تصرفات من شأنها انتقاص إيرادات الدول الأخرى من المياه. تمام. يعني بمعنى ان لما حد يقيم سد مبالغ في ارتفاعه لاغراض مخالفه للاغراض المعلنه، فده بيصيب باقي الدول المشاطئه بضرر جسيم، ان هو بينتقص من ايراداتهم في المياه. مفيش اي قاعده في دول العالم، لان ده نهر النيل مش الحاله الوحيده في العالم اللي فيها دول بينبع منها ودول بيصب فيها، انما الحالات دي موجوده في كل انهار العالم، في اوروبا وفي القاره الافريقيه نفسها. فبالتالي القانون الدولي وضع مجموعه قواعد منظمه للعلاقات ما بين الدول في هذا الشان. طب اسمح لي سياده السفير، يعني هم بيقولوا المتحدثه باسم الخارجيه الاثيوبيه انه هذا الحق الذي تقول مصر انه تاريخي منحها إياه اتفاق استعماري، أحب أعرف رأي حضرتك في الكلام ده. طبعا هو في مغالطة كبيرة قوي في هذا الاتفاق وتسميته إنه اتفاق استعماري، اللي هو ده الاتفاق هو اتفاق ترسيم حدود، وهو الاتفاق الذي انضمت أثيوبيا لمنظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963 بترسيم حدودها بهذا الشكل. فدايما الاتفاقيات ترسيم الحدود بتقوم على الموارد الاقتصاديه والطبيعيه للدول وحدودها واراضيها. فهذه الاتفاقيات التي توصفها اثيوبيا بانها اتفاقيات استعماريه هي بنفسها تستخدمها في مختلف العصور وتؤسس على شرعيتها، سواء في ترسيم الحدود ما بينها وما بين السودان استخدمت نفس هذا الاتفاق حديثا، او في عضويتها في الامم المتحده او في منظمه الوحده الافريقيه. ثانيا الموارد المائيه ليست في حاجه لاتفاق يعزز حقوق الدول فيها. أولا هي ليست حقوق تاريخية فقط، ولكن هي حقوق رسمتها الطبيعة بقوتها الجبرية. بالتالي هذا النهر القادر على التدفق من الجنوب في اتجاه الشمال لا يمكن لأي أحد أن يوقفه أو يزعم أنه أصبح الآن يمتلك ويقود نهر النيل بالكامل كما حدث عند محاولة ملء نهر النيل منذ ملء
سد النهضة منذ أسبوعين، وخرجت علينا الوسائل الإعلامية الأثيوبية وتصريحات وزير الري بأن الآن أصبحنا نمتلك نهر النيل بالكامل. طبعا كل هذه التصريحات هي مجرد استفزازات وليس لها أي سند لا قانوني ولا في الأعراف الدولية. ثانيا زعم أن بناء السد بغرض توليد الكهرباء، الواقع أن 6000 ميجا من الكهرباء لا تستدعي هذا السد الذي يمثل خطورة جامة على الدول المجاورة لدولة أثيوبيا، فهي بتعتبر مراهنة فيها تهور شديد لتقويض مياه النيل واحتكار مياه النيل من قبل دولة أثيوبيا. وشفنا قد إيه عندما قاموا بمحاولة الملء التجريبي والاحتفاظ بأربعة مليار متر مكعب من المياه، مليار متر واحد فقط تسببت في فيضانات عارمة في دولة السودان، وتضررت منها مدينة البوط وانهار سد البوط في مدينة السودان بسبب محاولة التحكم في هذه القوة الجارفة لنهر النيل. صحيح. فبالتالي هناك أيضا عدد من الطروحات والمزاعم الغير موفقة من الجانب الأثيوبي، وهي زعم أن هناك المفاوضات تدور حول تقسيم المياه. ليس من حق الدول حتى الدول المتوسطة العمل على تقسيم المياه، لأن المياه تجري تصرفاتها بشكلها الطبيعي، وهناك الاتفاقيات التي تم التحكم في المياه، القوانين والقواعد التي تم التحكم في المياه بشكل يقل من إيرادات باقي الدول. أيضا هناك خطورة شديدة في المنطقة المتاخمة للحدود السودانية، والتي يبعد عن منطقة سد النهضة سد النهضة في السودان يبعد عنه حوالي 40 كيلومتر، والذي يهدده هذا التصرف في المياه بشكل غير مدروس وبدون وضع سيناريوهات ومحاكاة لما يمكن أن يحدث عن زيادة الفيضان. كل هذه الإجراءات بتعتبر مغامرة بحياة المواطنين وحياة البشر على أراضي الدول المجاورة، كما أن المنطق يستبعد تماما إمكانية الاحتفاظ بالمياه في منطقة بني شنقول التي تبعد بمسافة كبيرة جدا عن المدن والعمران الأثيوبي، وأيضا كل التجمعات السكانية والعمرانية في دولة أثيوبيا من مدن وقرى ونجوع كلها بترتفع عن منطقة بني شنقول بألفين متر. أيوة. ليس من المنطق ولا المعقول أن يسعى أحد الأطراف أو أحد الحكومات أن يقوم بتخزين المياه بارتفاع 2000 متر حتى يستفيد منها المواطن الأثيوبي، على حد زعم الحكومة الأثيوبية أنها تريد أن يستفيد منها المواطن الأثيوبي، إضافة إلى أن ما ينجم عنها من توليد كهرباء، ما ينجم عن سد النهضة من توليد كهرباء لا يصل للمدن الأثيوبية، لأن أقرب تجمع سكاني من سد النهضة بيبعد عنه بمسافة 600 كيلومتر. أي بشكرك يا فندم. حد ذاته بيتكلف تكاليف باهظة في توصيل الكهرباء للتجمعات التقنية، وده السبب اللي خلى المواطنين الأثيوبيين بأنفسهم
يحتجوا على هذا المشروع وسياسة التقشف التي فرضتها عليهم الحكومة الأثيوبية من أجل إنشاء هذا البناء لمجرد المكاية في دول الجوار ودول المصب والممر. شكرا جزيلا سيادة السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي. والحقيقة موضوع انهيار سد بوط والمأساة بتاعة تشريد الألاف من السودانيين، أنا شفت فيديو مبارح كمان في فيضان جامد في أثيوبيا، شفت فيديو مؤلم الحقيقة أنه بعض رؤوس المشية الصغيرة زي الماعز والخرفان يعني يدوبك مطلعة مناخرها وعينيها بالعافية من المية وهي بتجرف في هذه الأعداد الكبيرة. ومعروف أن أثيوبيا عندها 1,000,000 رأس من الماشية سواء خرفان أو جمال أو جاموس أو بقر أو ودي ثروة كبيرة يعني في خطورة على أثيوبيا نفسها، لكن هنقول إيه. طيب تعالوا نرجع لموضوع